بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مع الأمين، البرنامج اللي بيتكلم عن التصنيع وعن كل المهن والصناعات وهيشجع أي تجربة ناجحة عشان تكون قدوة ونموذج لكل شبابنا اللي عايز يتعب ويشتغل ويكافح وينجح. حلقتنا النهاردة مختلفة تماما لأننا هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهي مكافحة الحرائق وإزاي بيتم صناعة أنظمة الإطفاء عشان نضمن سلامة العامة للجميع. حول هذا الموضوع يسعدني ويشرفني يكون معايا النهاردة ضيفنا الباشمهندس أحمد أسامة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر جروب، الحديث عن مكافحة الحرائق. باشمهندس أحمد، شرفنا النهاردة ويسعدنا النهاردة أنت تكون موجود معانا في برنامج مع الأمين. أهلا وسهلا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بحب النهاردة باشمهندس برضو اللي احنا عايزين نعرف يعني إيه فايتنج. تمام، هو فاير فايتنج باختصار هي مكافحه الحريق زي ما حضرتك قلت. يعني مكافحه الحريق بيبقى ليها كذا طريقه. الطريقه اللي احنا كلنا عارفينها، يعني الطريقه السهله خالص زي الطفايه الصغيره، الطفايه اللي هي طفايه البودره او طفايه الكربون. دي طفايات يقدر اي حد من طفايات العربيه، زي طفايات العربيه كده يقدر اي حد يستخدمها عادي خالص. تمام. وفي بقى انظمه الاوتوماتيكيه اللي هي بيبقى فيها ترمبات بتشتغل بالترمبات ميه، بيبقى نظام اوتوماتيك زي الرشاشات السبرينكلرز الكلام ده كله. دي بقى دي الانواع المتعارف عليها لاطفاء الحريق يعني. تمام. وبرضه يا باشمهندس احمد احنا برضه حابين يعني ايه اهميه فاير فايتنج يعني برضه. لا طبعا اهميته دي يعني المفروض اللي ما فيش منشاه في مصر ما بتشتغل من غير نظام اطفاء الحريق، يعني وارد في اي مكان، مستشفى، نادي، مبنى، العمارة نفسها دلوقتي لازم يكون فيها نظام مكافحة الحريق حتى لو بأبسط الأنظمة تمام. اللي هي الأنظمة اليدوية اللي أنا اتكلمت حضرتك عليها. يعني دي ممكن لازم تبقى متواجدة على أساس إن إحنا لا قدر الله حصل حاجة نقدر على طول أي حد يقدر يتعامل معاها. تمام. طب هو حضرتك اللي هي بالنسبة للإطفاء ده في أنظمة آلية ولا في موجودة طبعا في الشركة عند حضرتك؟ حابب برضه نوضح ونلقي الضوء ليه. هو زي ما قلت أنا في نوعين من الإطفاء، النوع المانيوال العادي او اليدوي العادي زي الطفايه او خرطوم الحريق، دي تعتبر انواع يدويه لازم انا اروح كشخص عشان اقدر اطفيها. وفي طبعا في المباني الكبيره وطبقا بقى لاشتراطات الحمايه المدنيه واشتراطات الاكواد العالميه اللي احنا هنا في مصر شغالين بيها، تمام. لازم يبقى في اشتراطات اوتوماتيك سيستم او اللي هو الالي، يعني اللي هو بدون تدخل اشخاص. يعني حصل حريق في مكان، وانس اللي فيه حصل لا قدر الله حريقه، بيبدا الرشاش او بطريقه ما رشاش يدي اشاره او هو يفتح ينزل الميه عشان يبدا يطفي. ده ما فيش تدخل لشخص. وده طبعا نظام الاطفاء، طبعا نظام الاطفاء الاوتوماتيكي ده بيبقى شغال في اغلبيه المباني زي المولات، المستشفيات، المباني الاداريه الكبيره، كل دي بتبقى بتطفى تمام. نظام الاطفاء برضه كنت حابب برضه اعرف اللي هي عربيات الاطفاء دي عباره عن ايه بالظبط. يعني عربات الاطفاء عاده، يعني ده يعتبر جزء طبعا من جزء مهم طبعا. دي خاصه بقى بالحمايه المدنيه، دي بتبقى فيها الخراطيم الضغط العالي اللي هي تقدر توصل للنقط اللي فيها حريق حتى لو في مبنى او بتاع. بيبقى عندها طبعا في سلالم مجهزه بتجهيزات معينه بحيث تقدر، وطبعا الناس بتبقى مدربه جدا بتشتغل عليها، تقدر تطفي لك حريقه في اماكن صعبه ان انت توصل ليها يعني. تمام. طب احمد بالنسبه الشركه عند حضرتك يعني بالنسبه ليها هل هي بتصنع الخزانات او المضخات ام الخراطيم يعني او بتصنع الامور دي كلها؟ احنا في لا احنا طبعا احنا من اللاين بتاع العربيات دي تعتبر لاين في المكافحه، بس بعيد شويه عننا. احنا بنشتغل في الكباين اللي هي اللي بتبقى مصنعه من الصاج، تمام. اللي هي بتحط فيها مشتملات الخراطيم والحاجات اللي انت بتطفي بيها الحريق. ده مصنعنا شغال على الموضوع ده الحمد لله بقاله اهو سنتين والحمد لله، يعني ربنا موفقنا فيه يعني. تمام. طب بالنسبه لالات الاطفاء ديت يا باشمهندس بالنسبه ليها هل احنا بنستورد حاجات من خارج او التصنيع عندنا محلي؟ هو طبعا في جزء محلي اللي احنا بنصنعه هنا اللي هو زي ما قلت الكابينه الخارجيه، لكن طبعا المكونات اللي جوه بتبقى متطلبات ليها شهادات معينه وكده، فهي لا دي بنستوردها من بره، دي بتبقى مستورده من بره يعني ما بتتعملش هنا في مصر. طب باشمهندس احمد انا كنت حابب برضو حضرتك تدينا نبذه عن الشركه، ايه الخطوات او ايه المنتج اللي بيبقى في الشركه عند سيادتك برضو المشاهدين برضو يبقى عارفين الشركه بتاع حضرتك. احنا شركتنا مصر جروب، احنا
الشركه تاسست في 2011، نهايه 2011. بدايتنا طبعا احنا زي اي شركه بتبدا بنشتغل في التوكيلات التجاريه خاصه بمكافحه الحريق، واشتغلنا كنواحي تجاريه. لما حصل طبعا مشكله التعويم، مشكله التعويم الجنيه، وطبعا لقينا الحاجه المستورده دي بتبقى غاليه جدا، ربنا وفقنا الحمد لله، خدنا مصنع في بدر، مدينه بدر. طبعا. وبدانا نشتغل ان احنا نبدا نصنع الكباين بدل ما كنا بنستوردها نعملها في مصر. ودي الحمد لله ربنا وفقنا فيها، والخطوات بقى جايه ان احنا بنبدا بقى المكونات نبدا برضو نشتغل عليها، وربنا يكرم بحيث يبقى المكون المحلي في الكابينه او في الانظمه عامه نبدا نزود المكون المحلي شويه. تمام. في الفتره يعني الجايه يعني في تصنيع كده في المحلي، يعني الحمد لله وصلنا ليه في مصر هنا، يعني بقدر الامكان في تصنيع عندنا. يعني تقدر تقول في الفتره يعني السنين اللي هي قبل 2010 وكده قليل جدا ان انت تلاقي شركات بتصنع حاجات في الحريق. دلوقتي لا، في شركات من بره مصر عملت مصانع ليها هنا في مصر، واحنا شركات مصريه كنا بنستورد كل حاجه، او انا واحد من الناس دي. لا، بقيت اصنع جزء برضو مهم يقدر يقلل لي التكلفه ويبدا ينشط لي المصنع في مصر. تمام. هي في صور تظهر معانا على الشاشه برضو، حاول يعني حابب حضرتك تعلق لنا عليها باذن الله يعني مع بعض. مفيش مشكله. دي بامب روم، او يعني غرفه طرمبات بمحابسها باجهزه الانذار، زي ما حضرتك في اعدادات كتيره، ويعني يعني مش هخش في تفاصيلها قوي، بس هي دي غرفه طرمبات مجهزه تقريبا. واضح ان انتوا جايبينها من مبنى او من مصورينها من مبنى او كده. الوظيفه بتاعتها باشمهندس احمد دي اللي زي ما قلت في النظام الاوتوماتيك اللي هو النظام التلقائي. النظام التلقائي ده بيبقى فيه مواسير، بيبقى فيه رشاشات، فطبعا انت لما الرشاش ده بيحصل حريقه في مكان ما، بيضرب رشاش، بيفتح الرشاش، فالميه ساعتها بتتدفق بقى من الترومبه دي، بتنزل في المكان اللي فيه الحريقه اللي هي الرشاش اللي فتح فيه عشان يبدا يطفي الحريقه. فدي اهم حاجه طبعا. والصوره دي برضو اللي ظهر قدام حضرتك على الشاشه برضو عايزين. ده نظام اطفاء برضو اوتوماتيك، بس بنظام مش بنظام الميه. نظام الميه يعتبر من النظام الشائع او الدارج في اغلبيه النظام الاطفاء، لكن ده غرفه، في غرف كهربائيه ما ينفعش تطفي بميه، وغرفه محولات ما ينفعش تطفي بميه. تمام. فده نظام الاف ام او نظام السي او 2، ده ممكن ده بيستخدم في اطفاء الاوض او الغرف اللي هي ما ينفعش تطفي بميه. ده نفس النظام برضه. نفس النظام. والرشاش ده يا باشمهندس احمد ده بقى بيشتغل مع الجزء الاوتوماتيك بالميه، اللي بيبقى فيه اطفاء بالميه. ده بيبدا الميه تتدفق بقى في المكان اللي فيه الحريقه من خلال الترومبه، الغرفه الترومبات اللي احنا شفناها في الاول، في اول صوره. ده دي المواسير اللي بتمشي فيها بقى الميه وبتطلع بقى فوق، يعني ده تقريبا ده جراج او حاجه زي كده، بتطلع بقى فوق بتبدا بقى تغذي الادوار المبنى او كده، الادوار المختلفه يعني. باشمهندس احمد، ازاي طيب احنا نقنع اي شركه اللي هي تدخل نظام الاطفاء عندها في الشركه؟ والله هو الفتره اللي فاتت يعني البلد يعني الحمد لله الحكومه بدات تهتم، والحمايه المدنيه بدات الوعي عندها واشتراطاتها تزيد، بتجبر اي دلوقتي مصنع، اي مصنع يتعمل او اي مبنى يتعمل او اي عماره تتعمل حتى، يبقى فيها لازم نظام اطفاء. ما كانش يمكن ده موجود من فتره مش بعيده يعني. فده طبعا بقى رخصه الاطفاء دي لازم من الرخص الاساسيه ان انت تعمل اي منشاه. طب بالنسبه للمنشاه باشمهندس احمد، ايه اللي يعمله عشان يعمل نظام اطفاء؟ بيستعين بجهه استشاريه، استشاري. الاستشاري متخصص فاهم كويس جدا وعارف كويس، يحط النظام اللي يتناسب مع المنشاه دي. هو بياخد، هو انا كمالك مثلا عاوز ابني منشاه، فبدي له البيانات، اقول له مثلا عاوز اعمل مول، عدد اشخاص، وهيبقى كذا، هيبقى فيه هنا كذا، هيبقى فيه هنا كذا. طبعا هو الاستشاري بيبقى بيحدد نوع الاطفاء بناء على الاكواد العالميه والاكواد المصريه واشتراطات الحمايه المدنيه، ويبدا يدي له الحل، يقول له انت المفروض ان انت تعمل النظام ده للمكان ده بالطريقه دي بالتكلفه دي. يبدا المالك المفروض اللي هو يبدا يشتغل على كده، ويبدا يشوف بقى حد يجي شركه زينا او احنا او غيرنا يبدا ينفذ له الموضوع. تمام. ده التكلفه باشمهندس احمد بالنسبه لي بتتراوح من كام لكام تقريبا؟ لا، التكلفه يعني مختلفه. هي بتبقى حسب المساحه، بس احنا تقريبا مثلا كان، لا هو الموضوع مش كده، لان هو بيختلف من مكان لمكان، يعني عماره غير مول غير، وعلى نوع الخطوره اللي في مكان. دي نقطه مهمه برضو. دي نقطه مهمه. تمام. ممكن مخزن 1000 متر، مخزن
مخزن تاني زيه 1000 متر بس ده هتحط فيه قطن وهتحط فيه مثلا حاجات قابله للاشتعال، والمخزن التاني عباره عن حاجات هتحط فيها مثلا حاجات حديد. تمام. ده غير ده، ده تكلفته غير ده، ده البروتكشن بتاعه او الحمايه اللي انا او البريكوشنز اللي انا هاخدها هنا او هبقى بيبقى مختلف. فهي مش ما اقدرش اقول لك بالمساحه او يبقى انظمه مختلفه، انظمه مختلفه طبعا، والبريكوشنز مختلفه، الارتفاعات تمام. مختلفه، نوع الحمايه، نوع الحاجه اللي انا هطفيها ايه، المكان ده يبقى فيه ايه، بتختلف طبعا. في اشخاص يبقى في مواد قابله للاشتعال، قابله للاشتعال، يبقى انا لازم خلي بالي لان ممكن في ثانيه الاقي المخزن ده كله بقى نار. طب استديو زي اللي احنا فيه ده يا باشمهندس احمد، بالنسبه لي هنعمل فيه نظام اطفاء، هنعمله ازاي يعني، او كتقريب كده هيكلف قد ايه في الاستديو بتاعنا؟ ده سؤال كويس بس لا ما اقدرش برضه اقول لك يعني عشان يعني المواصفات بتاعته ايه؟ مواصفات، لا مواصفات هنا ما اعتقدش في هنا حاجات قابله للاشتعال قوي، او يعني برضه لازم يبقى في عنصر معانا عنصر كهرباء يعني، او لان برضه الكهرباء بس هي في معدات برضه موجوده، في معدات طبعا، في حاجات كهرباء احنا شايفينها، فطبعا ده محتاج يدرس ومحتاج يتقال في الاول انهي يعني تقريبا، ولان برضه انا ممكن اطرح للمالك انا عندي حلين، حل غالي شويه وحل رخيص شويه، انت كمالك والاثنين يتماشوا مع المكان. تمام. فلازم المالك يخش معايا في القرار في جزء ما، يعني اذا كان المكان ده ممكن انا اطفي مانيوال، ممكن احط طفايات وخلاص طفايات، وممكن هل يعني قد يكون السعر ده مناسب للمالك، ممكن اقول له لا، يعني هو يقول لي لا السعر ده غالي، فاضطر يعني السعر او التكلفه بتخش في القرار، مش قرار استشاري لوحده يعني. تمام. يعني متداخل برضو اللي هو صاحب المكان او صاحب اكيد متداخل في بعض الانظمه اللي هي، بس يكون النظام ده الاول اول حاجه يكون يتناسب مع المكان دي، المفروض المالك ما يخشش فيها. بعد كده لو النظام ده فيه ينفع يطفى المكان بطريقتين، طريقه اعلى شويه وطريقه اقل في تكلفه، يبدا بقى المالك ياخد القرار بنام الطريقتين يتناسبوا مع المكان. تمام. يعني ما يغيرش الفنيات عشان الفلوس. تمام. باشمهندس احمد استاذن حضرتك نطلع فاصل ونرجع تاني. مفيش مشكله، ماشي ابقوا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حوارنا الممتع مع باشمهندس احمد. باشمهندس احمد خلينا نعرف كده يعني بالنسبه لينا ازاي نقدر ننهض بالصناعه ديت في مصر، يعني عايزين نعرف كده. طبعا اي صناعه عشان يعني ننهض بيها لازم يبقى في يعني جزء علينا احنا، بما اننا احنا شغالين في المجال، وجزء برضو على الدوله، يعني يبقى الموضوع في جزء مننا وفي جزء من الدوله. تمام. والاهم من الدوله اللي هي تبدا تطرح يعني اراضي باسعار كويسه بنظامات دفع كويسه من غير فوائد عاليه، بحيث ان احنا نقدر نجيب نبدا نشتري المصنع، بيبقى ما بقاش انا بضخ فلوس كتيره في الارض ولسه في عندي المكن ولسه عندي تدريب العماله وي وي وي. فده جزء برضو من الدوله، من جزء ان احنا زي ما عملنا مصنع الحمد لله بدر وكنا لينا رؤيه بس شويه قدام شويه، والحمد لله ربنا وفقنا ونجحنا في المصنع، ان احنا بقى نكرر التجربه دي في منتجات تانية في الفاير فايتنج، نقدر نزود التصنيع المحلي في الصناعه دي. تمام. وباشمهندس احمد يعني حضرتك انت شايف بالنسبه للصناعه ديت موجوده في مصر، يعني بالنسبه ليها والفاير فايتنج بالنسبه ليها لا مقارنتها بالعالم الخارجي ايه يعني تبقى يعني كام في المية؟ يعني هو طبعا احنا في مصر ما كناش مهتمين بصراحه بصناعه الفاير فايتنج او يعني كمجال عامه، هو مجال معروف من زمان تمام مش جديد يعني، يعتبر احنا في مصر ما كناش مهتمين بيه قوي، كنا دايما بنيجي عليه يعني في اي منشاه اللي عاوزين نقلل التكلفه، فطب ما نهتمش قوي بالفاير. طبعا للاسف بعد بعض الحوادث الفتره اللي فاتت دي بدات الاهتمام بصراحه، الفتره اللي فاتت دي بقت فعلا اجباري ان انت لازم تعمل رخصه، والناس بتوع الحمايه المدنيه مشكورين برضو، الوعي عندهم زاد جدا وبقوا مهتمين جدا وبقى في التزامات جدا منهم، وده خلى الصناعه بتاعت الفاير فايتنج او مجال الفاير فايتنج في مصر الفتره اللي فاتت دي بدا يزيد، وحجمه بدا يزيد، وبدا من حجمه بدا يزيد بتشجع بقى احنا كناس شغالين في الصناعه دي او في المجال ده ان احنا نبدا نعمل مصانع
يبقى فيه فوليوم كبير او حجم كبير نقدر نشتغل عليه. مش هعمل مصنع في, 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 في بيزنس لسه صغير او مش هيجيب لي التكلفه اللي انا هعمل بيها الحاجه دي. تمام. فمكانه مصر بره لا، مكانه مصر ك ك ك كمصر طبعا سوق كبير، لكن هو اغلبيه الصناعه دي استيراد. يعني جزء منها محلي بس هي الغالبيه استيراد. تمام. يعني طبعا التصنيع بيبقى ليه شهادات معينه، لازم شهادات تشتغل عليها، ما ينفعش انت تعمل اي حاجه وتقول هي بتشتغل في الفاير فايتنج كويس، لا لازم تبقى واخده شهادات، شهادات من بره مصر سواء من اوروبا او من امريكا تبدا تحصل عليها، وتبقى انت كراجل مصنع بتبقى عارف كويس قوي ان الشهاده دي لما بتاخدها بتشتغل بيها في مصر وممكن تشتغل بيها كمان في افريقيا وتشتغل بيها في حاجات كتير. تمام. فدي ان شاء الله برضو نشتغل عليها الفتره الجايه. بالنسبه للمعوقات اللي هي بتعوق الصناعه في مصر، ايه هي بالظبط برضو؟ هي طبعا معوقات يعني في كذا حاجه، مش اعذار، مش بنلقي اللوم يعني على الاخرين يعني، لكن الاول حاجه انا شايفها من وجهه نظري انا يعني الوعي بتاع الفاير فايتنج او الموارد البشريه. الموارد البشريه دي مهمه، دي اللي هتخلي عندك مهندس في المصنع شاطر، عندك تلاقي تكنيشن او فني شاطر هتلاقي يبدا تعتمد عليه. تبدا دي في مصر شويه لازم في مراكز تاهل شويه الناس تبقى فاهمه الموضوع، ودي برضو احنا ده جزء مننا المفروض. زائد بقى الجزء الاساسي لصناعه اي حاجه هي الحاجه اللي بتتعمل منها، اللي هي الرو ماتيريال او الخامه نفسها. لما تيجي تقارن اي خامه او اغلبيه الحاجات اللي انت بتشتغل فيها هتلاقي الخامه هنا اصلا كرو ماتيريال يعني اغلى من بره شويه. وبالتالي انت ممكن تلاقي المستورد بيبقى ممكن في الاخر المنتج النهائي يبقى ارخص من المنتج النهائي المستورد، ارخص من المنتج النهائي المحلي. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتعوق شويه لينا ان احنا ناخد قرار ان احنا الحاجه دي خلاص احنا عملنا بلان او عملنا خطه ان احنا الحاجه دي هنصنعها في مصر. اختلاف العمله في بعض الاوقات، ان يعني انت بتحط بلان على حاجه معينه بتلاقي العمله بتطلع او بتنزل، وما ومن الصعب ان انت تقدر تتوقع الفتره الجايه دي الدولار طالع الدولار نازل. فدي كل ده الفاريبلز او كل دي اختلافات تخليك قرارك ممكن يتاخر شويه او قرارك بتستنى عليه شويه او كده. يعني هي دي اغلب المشاكل يعني اللي تقريبا بتواجه اي صناعه، مش صناعه الفاير فايتنج بس يعني. تمام. طيب حضرتك برضه لو حابب يعني رساله توجهها لاي مسؤول، برضه البرنامج بتاعنا اللي احنا بنوصل صوت اي حد صاحب مشروع واي معوقات بتقابله في الطريق، احنا ممكن نوصل صوت حضرتك لاي جهه. ف ايه حابب انت مثلا رساله؟ يعني هو الجزء المهم موضوع ان انت تدي اراضي للناس الجاده زي التجارب الخارجيه يعني، مش بنقول حاجه يعني جديده يعني، تدي تجارب للناس الناس المصنعين الجادين اللي هم يدي تسهيلات شويه ان انت باراضي باسعار متهاوده شويه او نظام الايجار الفتره طويله، يعني يبقى في حلول في الموضوع ده. عشان انا مثلا لو معايا بادجت معينه انا او غيري وغيري اي حد، ما اقعدش ارمي البادجت دي كلها في ان انا اجيب الارض واقعد مستني كذا سنه عشان ابدا اصنع او اجيب المكن وهكذا. كل ده بطء، عضله يعني عجله بتدور ببطء، فبتخلي قرار ان انا اعمل تصنيع يبقى اصعب قوي من ان انا استورد. ده اعتقد ده في كل الصناعات مش في صناعات الفاير فايتنج بس يعني. بس صناعات الفاير فايتنج، بان الفاير فايتنج من حاجات الصناعات الهندسيه، الصناعات الهندسيه دقيقه شويه في حاجات معينه يعني الحاجات دي عشان اخد قرار ان انا ابطل خلاص اوقف الاستيراد ده وهشتغل على المصنع لازم يبقى في عندي دعم في النقط اللي انا اتكلمت فيها يعني. يعني الحل برضو من وجهه نظر حضرتك يا باشمهندس احمد انت شايف ايه بالظبط يعني؟ ما هو زي ما انا كلمتك الجزء الخاص بالحكومه هو اللي انا كنت بتكلم فيه. الجزء الخاص بينا احنا بقى ان احنا نشتغل يبقى دايما لينا رؤيه شويه يعني، رؤيه ان الحاجه دي هتنجح بعد 3 4 سنين، فانا ابدا اشتغل عليها من دلوقتي. يعني ما بصش طبعا التصنيع اكيد اصعب كتير من الاستيراد اكيد لاي صناعه، ابص لدي والدوله تبدا مثلا اجراءات الدوله مثلا لو في برودكت او في منتج معين بدا يصنع هنا في مصر ادعمه، ان انا مثلا لو في جمارك معينه ابدا مثلا ازود الجمرك على الحاجات المستورده من الناحيه دي عشان اقدر ان انا اخلي المصنع ده يبقوا 2 و3 و4. تمام. وهكذا. طب باشمهندس احمد الاهتمامات دي ممكن يعني يخلق فرص عمل للشباب اللي احنا بنتكلم فيها ديت؟ اكيد طبعا. اي تصنيع في مصر هو الغرض منه ان انت بتوفر فلوس دولار المفروض تصدر، ده الخطوه الثانيه لاي صناعه يعني.
تمام. بتوفر ان انت بتشغل ناس، بتزود الوعي للناس، بدل ما انت مجرد انت بتستورد بس، لا بتلاقي الناس بدات تصنع، بدات النو هاو، بتبدا تنقل النو هاو عندك والاجيال وهكذا، الجيل بيسلم جيل، ويبدا تبدا الصناعه دي تزدهر، تيجي بعد 10 12 سنه او 15 سنه تلاقي اللي انت بدل ما عندك مصنع او تلاقي عندك 2 3، تبدا بعد كده التصدير وهكذا، الخطوات العاديه زي اي بلد نجحت في الصناعه يعني. تمام. طيب وانا برضو حابب يا باشمهندس بالنسبه لينا النصائح اللي بنقدمها للشباب ايه، اللي هو اللي حابب يخش في مشروع بالنسبه ليه يشتغل في نفس المجال دوت، يعني ايه الحاجات اللي بتقدمها ليه بالظبط في المجال ده ولا عامه؟ لا في المجال بتاعنا دوت، في المجال بتاعنا بالظبط كده. هو عامه المجال بتاعنا بدا يتدرس في كليه الهندسه اعتقد من يعني، ما لحقتش الفاير فايت، ما درستش ماده الفاير فايتنج في كليتي، خرج يعني الاجيال المهندسين اللي كون بعد كده بداوا يدرسوا ماده الفاير فايتنج، فده برضو دي خطوه كويسه ان بدات الجامعات تدرس الفاير فايتنج اوريدي. يبدا يشتغل بقى على نقابه المهندسين بتعمل كورسات عن فاير فايتنج، يبدا يقرا الاكواد كويس يعني، المجال نفسه يبدا كل يجتهد في الموضوع دراسه المجال. واكيد طبعا طول ما هو حاطط هدف ليه، وطول ما هو حاطط اللي هو خلاص المجال ده هو حبه، هو اوريدي خلاص شايف ان ده مجال طالع، يبدا يركز فيه، وواحده واحده يبدا يبقى يشتغل عليه، وبعدين مع الوقت ربنا ان شاء الله يوفقه ويبدا يبقى حاجه في المجال اكيد زي اي حد يعني. تمام. واخيرا برضه يا باشمهندس احمد، يعني حابب برضه ايه توجه رساله للشباب في مع البرنامج مع الامين، ايه الرساله حضرتك حابب توجهها الشباب اللي لسه متخرج مثلا يعني؟ الشباب المتخرج اللي هو عايز يشتغل بالظبط كده هو. والله طبعا زي اي حد يعني، انا مش هعتبر نفسي يعني من الناس اللي يعني يعني عدينا، احنا لسه برضو يعتبر شباب يعني. الله اكبر، الله ربنا يا رب يديك الصحه يا رب، وبالاجمل الشباب وزينه الشباب والله يا باشمهندس احمد. الله يخليك، متشكر جدا. الله يكرمك. لا طبعا زي اي حد يعني، اكيد في معوقات في شغلك، اكيد في معوقات في يومك، يومك عامه، يومك في العمل، المواصلات، في اي حاجه معوقات كتير، ما يعني انت حاطط هدف ليك كمهندس ان انت هتشتغل حتى لو في التكييف، في اي مجال، في مجالك مدني، اي حاجه، اكيد انت بلام حاطط الهدف ده هتبدا تتفكر وتلاقي حلول للمعوقات دي، والاصرار على الحاجه وتكمله في الحاجه يعني. انت النهارده بدات في حاجه ولقيت نفسك فيها، ابدا كمل فيها برضه، عشان في بعض الناس بعد ما يبقى دوب يعني يبدا يغير. التغيير ده برضه تنوع طبعا مصادر المعلومات، اتقان العمل جدا، والمصابره على الموضوع، والصبر بقى يعني. طبعا ده اكيد اي حاجه من غير صبر هتبقى مش بصراحه معلومات يعني بسم الله ما شاء الله شيقه وجميله. باشمهندس احمد بشكر حضرتك، باشمهندس احمد نورتنا النهارده وشرفتنا. اعزائي المشاهدين بكده انتهت حلقتنا النهارده، واستنونا الجمعه الجايه باذن الله في نفس الميعاد مع برنامج مع الامين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.